التقشف مشكلة. وقت اللي دولة تعتمد سياسة التقشف، المواطن مش يلقى روحه يواجه في مشكلة كبيرة، لخاطر وقتها مستوى الرفاهية اللي يعيش فيه باش يقل، وإمكانية الإنفاق والاستهلاك متاعو باش تقل برشا. التقشف هي سياسة مالية تعتمدها الدول وقت اللي تواجه صعوبات اقتصادية. تتمثل السياسة هذه أساساً في الخفض من الإنفاق العمومي وفي الترفيع من الضرائب. والخفض من الإنفاق العمومي يصير مثلاً عن طريق إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية ورفع الدعم عن العديد من المواد الاستهلاكية. بالنسبة للضرائب، بطبيعة الحال نعني بها الاقتطاع الضريبي باش يزيد شهري وشهري باش تنقص. في تونس تحديداً في عام 2016، سيد رئيس الحكومة المكلف السيد يوسف الشاهد نهار خطاب تنصيبه تحدث على إمكانية لجوء تونس لسياسة التقشف. اللي صار من وقتها إنه ما اعتمدناش سياسة التقشف، لكن وقع اعتماد تدريجي لها. المواطن التونسي بدأ يحس بشيء هذا وبدأ يدعم. قانون المالية 2017 حمل مجموعة من الإجراءات التقشفية. قانون المالية أو مشروع قانون المالية 2018 زادك بس في السنتورة وزاد صعب عليه الوضع. النقطة المضيئة إنه سياسة التقشف في تونس مازالت في بدايتها، واللي نجمو نسميوها مجرد سياسة ترشيدية نجمو نتعاملوا معها، ونجمو في ظلها نتفاداو اللجوء لسياسة التقشف، ولكن هذا يتم عن طريق الإسراع بالقيام بمجموعة من الحلول.